الرياضية. مشاهدي أوريزون تي في، أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور. والبداية بالمباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي الذي أجرى آخر حصة تدريبية له يوم أمس على أرضية الملعب الشرفي لوجدة، الملعب الذي سيحتضن المباراة الودية أمام منتخب ليبيا. وحيدة للوزيتش يريد الوقوف على جاهزية مجموعة من اللاعبين في هذه المباراة الإعدادية التي ستجرى بعد لحظات، بداية من الساعة 7 مساء بالتوقيت المغربي. كما قلت، المباراة ستجرى بالملعب الشرفي بوجدة، وستعرف حضور جماهيري غفير من جانب الجماهير التي تعشق المنتخب الوطني المغربي وتسانده أينما حل وارتحل. المنتخب الوطني المغربي يدخل هذه المباراة بمجموعة من الغيابات، أبرزها حكيم زياش وكذلك درار بالهندة وكذلك اللاعب أمل، فيما من المحتمل أن يعرف حضور اللاعب تعربت الذي شهد أمس وهو يداعب الكرة رفقة العناصر الوطنية خلال الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة في وجه وسائل الإعلام من أجل أخذ تصريحات وصور اللاعبين. المباراة كما قلت تجرى بداية من الساعة 7، وحمد الله اليوم عبر أحد المحطات الإذاعية قال بأن مشكلته مع المنتخب الوطني المغربي كانت تكمن في المدرب السابق إيرفي رونار، ورهن إشارة المنتخب الوطني المغربي ولا مانع من أن يحضر رفقة الأسود في باقي المباريات لأنه سيمثل المغرب ولن يمثل أي شخص آخر، كما قال في نفس التصريح على أنه هو رهن إشارة المنتخب الوطني المغربي. وحتى ولو عاد الزمن إلى الفترة ما قبل كان مصر، سأغادر المنتخب الوطني المغربي نظرا لما تعرضت له من مضايقات في داخل معسكر الأسود، كما أكد أو أردف قائلا على أنه يعتذر من الجمهور المغربي إذ رأى بأنه أساء للقميص الوطني، ولكن قال بأنه استشعر بأنه احتقر أمام زملائه ما أدى إلى أن رحيله عن المنتخب الوطني المغربي في المعسكر الذي كان مصر 2019. وأضاف بأنه ذهابه أو بعده عن المنتخب الوطني المغربي من أجل أن تبقى العناصر الوطنية بتركيز عالي والذهاب إلى كأس أمم أفريقيا من أجل العودة بنتيجة إيجابية، وهو سيبقى رهن إشارة المنتخب الوطني المغربي. وأكد على أنه لم يتلقى أي دعوة رسمية من المنتخب مثل باقي زملائه، من بينهم نور الدين مرابط الذي توصل فريقه بدعوة من المدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد هاليلو زيتش. وعلاقة دائما بالمنتخب الذي سيجري مباراة ودية أخرى يوم 15 من الشهر الحالي بمدينة طنجة بالملعب الكبير بطنجة أمام منتخب الغابون. المباراة كما قلت ستجرى يوم 15 من هذا الشهر بداية من 8 ليلا. وعلاقة دائما بالمباراة الودية التي ستجرى اليوم، استدعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجموعة من نجوم المنتخب الوطني المغربي الذين حملوا قميص المنتخب ومولودية وجدة من أجل متابعة هذه المباراة الإعدادية، من بينهم مصطفى الطاهر، مغفور بالحيوان، وكذلك السميري، محمد مرزاق، محمد الفيلالي، عبد الكريم قيسي، رشيد نكروز. وفيما تعذر على باقي اللاعبين الحضور بسبب حالتهم الصحية أو تواجدهم خارج مدينة وجدة. وننتقل إلى القرعة، قرعة دور مجموعات الخاصة بدوري أبطال إفريقيا، والتي أفرزت عن المجموعات التالية: الوداد الرياضي في المجموعة التي تضم كل من اتحد العاصمة الجزائري، سان داونز من جنوب أفريقيا، وبيترو أتلتيكو، فيما الرجاء في المجموعة التي تضم كل من شبيبة القبائل، فيتا كلوب الكونغولي، والترجي التونسي، الأهلي المصري في المجموعة التي تضم كل من الهلال السوداني، النجم الساحلي، وبلاتينيوم، بريميرو أغوستو مازيمبي، الزمالك أو جينيراسيون فوت حسب المتأهل من هذه المباراة، إضافة إلى زيسكو يونايتد. وعلاقة دائما بهذه القرعة نستمع إلى تصريح الصحفي أحمد أشرف، صحفي مصري، ويتكلم عن حظوظ الأهلي المصري في هذه المسابقة، إضافة إلى في حال تأهل فريق الزمالك على حساب جينيراسيون فوت.
طبعا حظوظ الاهلي في دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا، اعتقد ان الاهلي فرصته قويه ان هو يصعد او ان هو يصعد لدور الثمانيه. المجموعه متوازنه الى حد كبير مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز، يعني اعتقد ان المجموعه الثانيه المتواجد فيها النادي الاهلي مقارنه بالمجموعه الثالثه والمجموعة الرابعة، لا مجموعة الأهلي أسهل إلى حد ما، خصوصا إن النجم حاليا بيمر بظروف صعبة بعد خروجه من البطولة العربية ورحيل المدير الفني فوزي البنزرتي، والهلال السوداني عائد بعد غياب طويل للمشاركة في دور المجموعات. فطبعا يعني أعتقد إن فرصة الأهلي متواجدة بشكل كبير إن هو يصعد للدور الثاني إن شاء الله. بلاتينيوم ستارز طبعا برضو يعني اعتقد ان هو هيكون حصلت المجموعه الثانيه. مجموعه الاهلي يعني جيده، وايضا المجموعه الاولى في حال صعود الزمالك هتكون مجموعه جيده برضو الى حد كبير، مع مازيمبي الكونغولي واول اغسطس مازيمبي او اول اغسطس وزيسكو الزامبي. فاعتقد ان يعني الفرق المصرية هيكون لها تواجد بشكل كبير في بطولة دوري الأبطال إن شاء الله. وعلاقة دائما بقرعة دور مجموعات الخاصة بدوري أبطال إفريقيا، نستمع لتصريح الصحفي التونسي نزيه الكرشاوي، وتحدث عن حظوظ كل من الترجي وكذلك النجم الساحلي التونسي في هذه المسابقة. تحياتي كابتن. اولا في خصوص قرعه دوري ابطال افريقيا، يبدو ان المواجهات ستكون صعبه هذه السنه باعتبار انه كل الانديه الكبيره في افريقيا وصلت الى هذا الدور، كل الانديه التي لها من باع وذراع في هذه المسابقه موجوده وتسعى للمنافسه بقوه. فيما خص القرعه للانديه التونسيه، اولا النجم الرياضي الساحلي جاء في مجموعه ربما اصعب من مجموعه الترجي باعتبار وجود الاهلي المصري وكذلك الهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي. تبدو انه مواجهة الأهلي والهلال أصعب من مواجهة بلاتينيوم، خاصة مع التغييرات الأخيرة في الإطار الفني للنجم الساحلي وخروج فوزي البنزرتي، الخروج من المسابقة العربية. يبقى الهدف الأسمى هذا السنة للنجم الساحلي وهو السعي للمنافسة بقوة للأدوار النهائية للنجم الرياضي الساحلي والوصول على الأقل إلى نصف النهائي في هذا العام. بالنسبة للنجم تبقى كما قلت مبارياته مع الهلال ومبارياته مع الأهلي هي التي ستحدد مصير النجم في هذه المسابقة، خاصة أيضا عام آخر أنه يلعب خارج أرضه هذه المرة باعتبار الأشغال التي في ملعب أولمبي سوسة معقل النجم الساحلي. فيما خص الترجي يشهد أكيد تغييرات جذرية حاسمة، تقريبا 7-8 عناصر من التشكيلة الأساسية تغيرت، اللاعبين الجزائريين موجودين بقوة في هذا العام مع الترجي، وربما يساعد وعامل إيجابي باعتبار أنه يعرف الأندية المجاورة كشبيبة القبائل الجزائري، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للرجاء كازابلانكا وهو كان تواجه مع الرجاء في إطار السوبر الإفريقي. أيضا مواجهة فيتا كلوب تبدو صعبة للترجي، ولكن عموما نرشح الأندية التونسية للعبور من هذا الدور، تبقى دائما فرضيات أخرى لا نتمناها للأندية التونسية، خاصة وأن إفريقيا وأسرارها وأفريقيا وخفاياها ومفاجآتها تبدو كثيرة وكثيرة جدا خاصة السنوات الأخيرة. ونعود إلى الأندية الوطنية التي تجري مجموعة من المباريات الإعدادية بعد توقف البطولة الاحترافية بقسميها الوطني الأول والثاني، حيث تمكن فريق الرجاء الرياضي من الفوز صباح اليوم على فريق جمعية سلا بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أجريت اليوم بالملعب الوازيس بالدار البيضاء. فريق الرجاء الرياضي سجل عن طريق اللاعب مالونجو الذي سجل الهاتريك في المباراة الإعدادية. وغير بعيد عن فريق الرجاء الرياضي، أنهى فتحي جمال مهامه مع فريق الرجاء الرياضي كمدير تقني، وأعلن الموقع الرسمي للفريق الأخضر أن فتحي جمال غادر النادي بناء عن رغبته. وبهذه المناسبة تقدم الرجاء أو إدارة الرجاء بالشكر الجزيل لفتحي جمال على كل ما قدمه للنادي الأخضر من خدمات خلال الفترة التي قضاها رفقة فريق الرجاء الرياضي، متمنيا له مشوارا موفقا
في مستقبل مسيرتي المهنية. ومن الرجاء إلى الوداد الرياضي التي تمكن بدوره من الفوز على فريق الراسينغ البيضاو يوم الأربعاء الماضي بهدفين دون رد الفريق الأحمر. أشرك مدربه زوران مجموعة من العناصر للوقوف على مدى جاهزيتهم لباقي المباريات القادمة الخاصة بفريق الوداد الرياضي، فيما اتحاد طنجة يفوز على فريق الفتح الرباطي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي احتضنها مجمع مولاي الحسن بالرباط. الفريق الطنجي هو من انتصر في هذه المواجهة، وعلاقة دائما بفارس البوغاز الذي نشر بلاغ حول ما يروج حول هذا الفريق من تزوير اللاعبين، حيث نشر بلاغ بكل استغراب وأسف عميقين تابع فريق الاتحاد طنجة لكرة القدم الحملة اللا أخلاقية الدنيئة التي يسوق لها بعض وكلاء أعمال اللاعبين السابقين الذين مروا في صفوف فريق اتحاد طنجة من خلال ادعاءاتهم المزيفة والتي تفتقد لأساس الواقعي والقانوني من كون بعض عقود اللاعبين تم تزوير بعض بنودها. ويعبر المكتب المديري عن استنكاره لما يتعرض له الفريق من تشهير وإساءة، والهدف منهما خدش صورة النادي والنيل من رصيده الرياضي حسب ما جاء في البلاغ. وإذا كان الفريق ينفي ما يتم الترويج لهم من بعض وكلاء أعمال اللاعبين الذي لم يستغلوا أو لم يستسيغون جهلهم ببنود العقود الموقعة نظرا لضعف تكوينهم في هذا المجال، خصوصا وأن النسخ الأصلية من العقود المذكورة تسلم لهم وللاعبين مباشرة بعد التوقيع، وتوضع نسخ منها أيضا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن المكتب المديري للنادي يستنكر هذه الخرجات الإعلامية الغير مسؤولة حسب ما جاء في البلاغ الذي نشره فريق اتحاد طنجة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور، على أمل اللقاء بكم. نهاية أسبوع موفقة، إلى اللقاء. MDGS معا بروح رياضية.